أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا 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 إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا فوقاه الله سيئات ما مكروا فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب
النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين 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 فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة ولا ناصر
فما له من قوة ولا ناصر إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ وحفظناها من كل شيطان رجيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا وكفى بربك وكيلا وكفى بربك وكيلا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب إنهم كانوا في شك مريب إنهم كانوا في شك مريب وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وحفظا من كل شيطان مارد لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين والله لا يحب المفسدين والله لا يحب المفسدين ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله
والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب وأن الله شديد العذاب وأن الله شديد العذاب والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم يريد الله أن يخفف عنكم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات وليستبين سبيل المجرمين بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته
وما للظالمين من أنصار فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا سنلغي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا
قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل يستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتجابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ثم لقطعنا منه الوتين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى ومن شر النفاثات في العقد ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ومن شر حاسد إذا حسد فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فيهما عينان تجريان
الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قمل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير وألقت ما فيها وتخلت يخرج من بين الصلب والترائب وأخرجت الأرض أثقالها بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس هذا نوحب لابنا إن شاء الله تعالى دعوينكي
ابتكو بعد دعائك وحد لذهي آمين ابتلا بعد دعائك وكذا بآخر نساء وكذا بآخر نساء وحن كود ريسا مجا أفك دبات ذلك جرسي هدي أدقرتت أما هذا إذا قال لكن أكش كيسد شكي جاسحو قلي كرا إيشا يا حسدك لكن ما قلي كرا سحر سحر كي وحد ضبه أنت هاي عدن أي ضبه أنت ابتكو بعد مركز دبا فدقي سنيسا آمين كريان لله اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر السقما بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك الله يشفيك بسم الله أرقيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم 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 بسم الله بسم الله بسم الله أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون قيبتان وقيبت لبد كذب آخر الدعاء ذا كسع العلي وحفظي حسبي الله ونعم الوكيل على من سحرني حسبي الله ونعم الوكيل على من سحرتني حسبي الله ونعم الوكيل على من طلب السحر حسبي الله ونعم الوكيل على من طلبت السحر حسبي الله ونعم الوكيل على خادم السحر والحارس حسبي الله ونعم الوكيل على كل ساحر وساحرة حسبي الله ونعم الوكيل على السحر كله حسبي الله ونعم الوكيل على من أصابني بعين حسبي الله ونعم الوكيل على من أصابتني بعين حسبي الله ونعم الوكيل على من حسدني حسبي الله ونعم الوكيل على من حسدتني حسبي الله ونعم الوكيل على العين حسبي الله ونعم الوكيل على الحسد حسبي الله ونعم الوكيل على السحر حسبي الله ونعم الوكيل على المس الظالم حسبي الله ونعم الوكيل على كل جن عاشق حسبي الله ونعم الوكيل على كل جنية عاشقة حسبي الله ونعم الوكيل على المس اللهم رد السحر على من سحرني اللهم رد السحر على من سحرتني اللهم دمر خادم السحر والحارس اللهم دمر كل ساحر وساحرة اللهم أخرج السحر اللهم أخرج العين اللهم أخرج الحسد قيبتان وقيبت سدحد دعا ذان كعل علي قفك أسلي ذحيني إساقا سبب أهلي واتضع ذاني مقعي سكدر قفكاس وإلهي كتسيي وآد قراتي أما وحاويان آد كشكسي هدي إلئي حسد إيتحي سحر كإساقا شكي لغو مقران كرو وإنا حقيق أذهي ست مجا عيسى يا دعاء كدر عيسى واتكو عيد علي نيسى دعاء سفي عنو لقيسو قورت أنا أهم السنة وفك مجا عيسى كدر عيسى ميش اللهم أبطل سحرا اللهم أبطل عينا اللهم أبطل حسدا أيها الإخوة والأخوات الكان وحانو أقول ماذا الرقية الشرعية
وحال نو اوغاتان بارك الله فيكم وقفك مسلم كهدون كو عافي ماذن الرقية الشرعية وحيالا بذن أي أباهي هاي إنو سمعيه وحان أغسو هذا النمو حيالها رقية طالة 1 2 3 4 5 A فضلا أنقو أدقيسو وحارجيننا إلهي سبحانه وتعالى إنو كو أنفعو ولقيا بداونا إنا كهشت هدي هذا إلى لستلون كاسكال الدون عافي ماذا إن شاء الله تعالى كهلي دونتا بإذن الله تعالى وحان آمن سنانتا مرولبا إلهي عز وجل إنو سكتتك عافيه مقاعدي سنة وحاكم إذا سبحانه الشافي بني آدم حقوق تريك رمله مخلوق له حقوق تريك رمله إلهي كليا أي عافي ماتك بحيا وحاربين أكو دردردارا آدوير دردارا كاس هراد مقش رقية تالو نمبر 1 2 3 4 وكم قشع دعكرت لكن وحاوين حسوسين توحيد كحل إلى عليه توحيد كنا هلا برتو توحيد كنا هلا قد قم مركه لبرتو قف توحيد كبرتي او الى لي او قد قمي الى سبحانه وتعالى ما هو جناي او غرغار يا مر والبع عافيه دقدق نوصينا يا شيخ لي هذا ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى وحي الى هذا كهر وحال على انه ير ايت ولدينا وحي ما دول هي شيخ شيخ اصول الى هذا عبد الله القرعاوي dad badan oo nala degana tuulada waa wada jiranaayeen sariiraha ayay saarnaayeen jirro awgeeda sariiraha u saarnaayeen maxayna u jiranaayeen jinni mingis iyo wixii lamid oo shayaadiinta dadka ay ku sameeyaan wadada markay u baxaan jinnigii iyo habeenkii wadada u taagan geeduhu u saaran yahay oo meel walba u taagan yahay shayaadiintii ayaa ummadii lagu salladay maxaa sababay jahannima jirtay tawxiidkii waxba lagama aqoon ويمي التوحيد كي يفافي ذلك التوحيد كي أيو برا قرآن مونا صارد قرآنك مونا أخرين اخترنا مونا فرن ذلك التوحيد لآنا هيس مركو قفك التوحيد لآنا هيسنة وحاويان إل يحسد يسحر يشياطين لأذيك سدو الله للشق أيو والعياذ بالله وحاويان كمرنا مانا هيان توحيد كي مركي لبرت وحياني لأنه واسك لما ذين وحي دي بات جرتي واقل قشف واقل ديسي sababtu waxa weey tooxiidkii dadkii ku dhaxfaafay tooxiidkii ayaa wada bartay tooxiidkii ayaa lagu amal falay laakiin markii dadka oo dhan wada jahil yihiin oo jahligii uu dadka wada qariyo saaxiriintii afaafahay oo dhulkii oo dhan qabsanahay dadka faalooda iyo balaayada akhriya iyo waxaan la oqooni sheegahay maanta dhan iyo waxaasi ila tahay xaggaas iyo xaggaas aad ka dhici doontaa iyo cilmul qayb iyo balaayada taxahaya shayaadiintii dadka ku dhex badanahaya oo ku dhaxfaafahaya jirooyinkii badanahaya marka tawxiidka qofka yaqaano oo bartay ku amal fala dadka ma ilaayo dadka ma xasdo dadka sixir iyo balaayo baas uma sameeyo iyo shayaadiin kuma soo diro oo saaxiriin uma tagaayo oo shayaadiin kaalmo iyo adeeg ma weydiisanahay iyo caawimaad marka tawxiidka qofka bartay iyo sunnada nabigeena sallallahu alayhi wa sallam jirooyinka noocan oo dhan ah insha allah taala way ka tagayaan wayna qulqulahayaan biidni illahi taala توحيدك هلا برضو هانا لقول لكم هانا لإلاري بارك الله فيكم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه فضلا هدات كفاية ليسة رقية طلب 5 A إيه بيذا وحد أدرت قف ولا لك أو لباتيسا وجرا أما بلاشا وحد عكرت إني كفاية ليستان إلهي أمدين عافيه عليسك اي دباتدني حنا قبل قادو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات ولاله تسجيلات ابن حنبل الإسلامية.